من مناوشات. طيب المزايا الفنية في مباراة الاتحاد كانت كتيرة، هشوف الكابتن وليد صلاح الدين وهو بيعددها. الضغط الجماعي في وسط الميدان بالنسبة للنادي الأهلي، هو على حسب منطقة الضغط فين وانت بتلعب مين وايه اللي انت عايزه من المباراة. يعني مثلا لو النادي الأهلي النهاردة النادي الأهلي بيضغط ضغط عالي، وفي نفس الوقت الأهلي عارف انه لما يضغط ضغط عالي على فرقة بتحضر، ده بالنسبة له أي كرة هتتخطف فيها خطورة شديدة جدا، فهتشوفها جالية. هي الفكرة بس الأهلي بيلعب مين وبيلعبوا فين. طبعا التغييرات كلها تعتبر مقنعة، وسام أبو علي أدى بشكل كويس قوي، عايز يدي الكهرباء في نفس المركز عشان يشوف الجاهزية، كريم فؤاد بدل حسين الشحات، مهم جدا أحمد نبيل كوكا مكان إمام عاشور، واضح إنه هيلعب جيم يعني عايز يلمس على الكورة ومش عايز يتصاب، فبالتالي مستر كولر تغيير متولي اللي جاي طلع محمد عبد المنعم. عبد المنعم طبعا طبيعي، بس هي الفكرة أنا كان وجهة نظري إن يجي بقى في الدقيقة 70 وينزل محمد مجدي قفشة بحيث إنه يديله 20 دقيقة زائد الوقت بدل الضايع، ويبقى عنده تغييرة 5 دي اللي يعملها في الدقائق الأخيرة. لكن النادي الأهلي بقى عنده فكرة التصويب، يعني أنت لو جبت بقى الهدف الثالث بتاع عمر كمال عبد الواحد هتلاقي فرقة الاتحاد كلها رجع على ال 18، يبقى الحل الوحيد اللي خده عمر كمال عبد الواحد بذكاء شديد جدا هو التصويب، والتصويب بقى احد الاسلحه الشديده الخطوره للنادي الاهلي، اذا كان من امام عاشور او من عمر كمال عبد الواحد او من مروان عطيه او من حسين الشحات، حاجه رائعه. يعني حته الضغط والضغط العالي والقطع ده كلام فني طبعا محض، لكن فكرة إن فرقة تضغط من الأول للآخر ده صعب جدا طبعا، فعشان كده لابد أن نتحمل يحصل تفاوت في الأداء والفرقة تهدى بعض الوقت، وإلا مش طبيعي. مفيش فرقة، أنت لما تتابع تشوف ريال مدريد بيكسب الماتشات إزاي في الآخر هتقول إيه ده، كل ماتش لازم تقول إيه ريال مدريد يخسر، بس بيتعامل مع الماتش إنه يعرف يكسبه. ما بيقولولوش بقى الأداء ومش الأداء والكلام ده، يعني فيبتدي أنشيلوتي يقول لك ما يحدث سحر، هو نفسه ما يحدث سحر، ما فيش فرقة في العالم بتقدر تعمل الكلام ده. المدربين التانيين أصبح لديهم قناعة ما تفرحش إلا في أوضة اللبس، نفس الكلام اللي احنا عايشينه بتقال عن النادي الأهلي. ف يعني الجيل اللي احنا فيه ده لا، جيل تعب يستحق المساندة فعلا، بيحقق أرقام يكاد يحطم كل الأرقام لو كسب أفريقيا يا رب إن شاء الله. ولازم اللعيبة تفكر في كده، إن بتعمل مجد شخصي لنفسها، تكسب الدوري تكسب أفريقيا السنة دي يبقى قفلوا اللعبة. طيب كابتن وليد كمان أشار لنقطة واضح إن فيها تطور في أداء الأهلي، وهي الشوتينج من مسافات بره. شفنا إمام بيسجل قبل كده برضه بتسديدة، شفنا عمر كمال عبد الواحد بيشوط من بره، شفنا مروان عطية بيشوط، أيضا المغربي رضا سليم بيشوط. فالاعتماد على التسديدات من مسافات بتضرب التكتلات اللي هي الكرة الدفاعية اللي دايما الأهلي بيواجه بيها. لكن كلمة السر في تفوق الأهلي